وين ياسمين؟ انا اكيد عم بتحضر صوتها الشتوي. يمكن بتحضر صوتها الشتوي، بس عيب قوي لما يكون في ميعاد والناس مستنياك وما تقدرش كل ده. كلامي هنا عن خناقه الاعلامي اللبناني نيشان مع الاعلاميه المصريه ياسمين عز في دبي. ايه تفاصيل خناقه ياسمين عز ونيشان في دبي؟ ازاي نيشان اداها درس عمرها؟ وليه اعتذار ياسمين عز اترفض وما حضرتش ندوتها؟ هل اتطردت من القاعه؟ كواليس وحكايتها تعرفوها كامله في الفيديو ده. احترام المواعيد حاجة مهمة جدا، وده كان سبب رئيسي في كل اللي حصل بين نيشان وياسمين عز. الاتنين كان عندهم ندوة عن الإعلام والترند في منتدى الإعلام العربي اللي بيقام في دبي، ونيشان هو مدير الجلسة دي، والمفروض في مواعيد وترتيبات وناس كتير بتحضر، بس قعدوا يبصوا يمين وشمال وبيسألوا فين ياسمين؟ ما فيش ياسمين. تخيلوا بقى ان نيشان روحه كانت مرحه في البدايه، وهو كان بيلطف الاجواء، يمكن تكون في القاعه وبتظبط نفسها قبل ما تطلع ولا حاجه، وقال بخفه دم وكده: وينها ياسمين؟ فين ياسمين؟ ولما ما لقاهاش قال يمكن بتحضر صوتها الشتوي ولا حاجه. وطبعا معروف عن ياسمين عز تصريحاتها للبنات في برنامجها كلام الناس، التصريحات عن الصوت الشتوي والصوت الصيفي ونصيحتها للبنات عن الصوت الشتوي عشان يزيد حب شريك حياتهم ليهم. بس بعد كل الضحك ده والهزار الموضوع خرج من ايده ودخل في الجد بعد ما ياسمين نفسها ما حضرتش. بعد شويه من انتظار نيشان لياسمين وهزاره مع الحضور بلغهم ان ياسمين مش جايه، واللي اتقال بقى ان لما ياسمين اتاخرت عن ندوه وما احترمتش الوقت ولا الحضور ولا الاعلامي نيشان، قررت منى غانم والمنظمين ان ياسمين خلاص مش هتحضر، وده اللي اعلنه نيشان للحضور، والندوه خلاص راح وقتها وعايزين يشوفوا الفعاليات اللي بعدها. امال ايه؟ اللي يتاخر عن حاجه مهمه زي دي يستحمل عقابه. بعد ما اتخذ قرار ان ياسمين عز خلاص مش هتعمل الندوه بسبب تاخيرها عن ميعادها، قررت ياسمين تروح لحد نيشان وتعتذر، يمكن يقبل الاعتذار والموضوع يعدي. بس على مين؟ الوقت بفلوس يا جماعه. لحد هنا وجمهور مواقع التواصل تفاعلوا مع الحكايه وقالوا ان القرار اللي اتخذ صح الصح، وقدموا التحيه للي خد القرار ده كمان، وده قرار فيه احترام للاعلامي نيشان مدير الجلسه وكمان كل الموجودين في منتدى الاعلام العربي، وان دي خطوه هتكون درس لكل اللي يستخفوا بوقت غيره وبالمواعيد. كان في رد فعل للاعلامي نيشان على تاخير ياسمين عز، وقال ان كل اللي حصل ده ما ينفعش يحصل، واعتبر ان اي شخص يدي ميعاد لحد وما يجيش ده في نوع من قلة تقدير لكل الناس اللي كانوا موجودين. ونيشان صرح انه محترف وتبلغ انه يعمل الندوة لوحده، وقال انا ليا 28 سنة في الاعلام واعرف اتعامل، طرحت الاسئلة وجاوبته وخلصت الحكاية. طبعا موقف نيشان الناس دعمته عشان هو بيتكلم في الصح، وكمان اتقال عنه انه مثقف وواعي، وفي اللي قاله يا نيشان انت راجل محترف مثقف وقدها وقدود. ناس كتير قالت ان ياسمين عز اتطردت من القاعة واترفض وجودها خالص، وده عشان هي فعلا حضرت الندوه بس متاخر. ياسمين حاولت يكون في نوع من التقدير لموقفها وقعدت تشرح وتبرر اللي عملته وتعتذر، بس كان خلاص الوقت عدى والقرار بخصوص الندوه اتاخد. وقتها نيشان اتبلغ من المنظمين انها مش هتعمل الندوه معاه، وبلغوا ياسمين ان ده القرار النهائي، وطبعا مش هينفع يقولوا خلاص يا جماعه ياسمين جت وبتعتذر عن تاخيرها وبتطلب السماح، لا ده ما حصلش. وياسمين ما اتطردتش، بس برضه ما طلعتش تعمل الندوة وكل محاولاتها فشلت. ياسمين عز كانت اتكلمت عن الصوت الشتوي قبل كده في سؤال بتتسأله كتير غالباً من واحدة متابعة برنامجها، وإن في سؤال وصلها من واحدة بتقول لها كلامك بيعجبني بس صوتك سهتان، وردت عليها وقالت شوفي يا روح قلبي أنا صوتي خامته شتوية، لأن في أصوات شتوية بتكون ناعمة ودافية ونيمانة أو نعسانة، أما الصوت الصيفي بيكون عالي وحاد ومصحصح طول الوقت وما بيفصلش. النوع الأفضل بدون انحياز وبكل تواضع هي خامة الصوت الشتوي، مش بس لأنه دافي وناعم، لكن أول ما بتحبي وتتخطبي بتحولي صوتك للشتوي، وبعد الجواز يرجع لحالته الطبيعية. ومن وقتها وياسمين عز بقت صاحبة الصوت الشتوي وعملت بيه جدل كبير بين الجمهور.